This building is a Faraoni king. What is the name of this king? King Mariut. From which family? صدق انت الوحيد اللي مضايقني باسئلتك الكتيره دي وسط الجروب بتاعي ده كله. رد يا عم الحيل ورد يا خبيت اقول له من اني اسره. هرد يا اخويا بس خد بايدي. ايدك انزل يا فراشه. ده من اسره القناه الثانيه خلاص؟ شيل بقى عني شويه سايل. You know what is this? This is منكر عقلو. هي بيج شويه لان هو كان راجل بسم الله ما شاء الله بيج ودراعه كبير شويه كان بيقدر يعني. يا ابن اللذينه ده انت الناس تقول لهم نفرتيتي مدفونه تحت القبه هيصدقوا. والله مش بعيد يا سيد، لسه الحضاره الفرعونيه لم تكشف عن اسرارها بعد. وحياه خالتك وحياه امك لو قلنا لهم انك راجل نصاب وده لا وفد اجنبي ولا زفت وانت بتشوه سمعه مصر. مصر دي امي واللي يمس سمعه امه اقطع لسان امه. ايه ده؟ دي مش ماسوره مدينه نصر بس اللي ضربت، ده في ماسوره بنات ضربت في المنطقه يا عم. مش ماسوره، ده خزان. هما الحريم عملوا ثوره ولا ايه؟ يا شباب طهروا ايه ده؟ مش دي البت داليا جارتنا؟ الحق داليا بتقول مظاهره. داليا بنت عم يوسف؟ هي بقت من الاحرار ولا ايه؟ مصر مصر يا شباب طهروا امنيتي. ايه ده؟ سيد؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا ابو رابيا؟ ايه اللي جابك الجامعه؟ ده جاي مع وفد عيني من شكوى الفجر. هي الدولة دي مش اتلغت خلاص؟ اتلغت ايه يا سنة ستة؟ دول بس قسموها حتتين. حتتين، شيكو وفاكيا. اللي معانا دول بقى بتوع فاكيا. بقول لكم ايه، ما تيجوا تشتركوا معانا في المظاهرة. هي المظاهرة دي عشان فلسطين؟ لا. العراق؟ برضه لا. سوريا، لبنان، الشيشان؟ لا، عشان حدائق القبة. ايه ده، امريكا خدتها؟ يا جدع بطل هزار، ده من يومين اغتصبوا فيها بنتين، ده غير البنتين بتوع فيصل وغير البنت بتاعت الكتكات، ده غير فيفي عبده وفيلم القاتله. عشان كده احنا عاملين مظاهره بنطالب فيها باعدام الذئاب البشريه اللي بينتهكوا حقوق الفتاه المصريه. طب والله دي مظاهره زي الفل، انا هنضم وهلتحم معاكم، دي قشطه والله وكلها ملياطه بالصلاه على النبي. What is this? تظاهره راويه. This is راويه and they are her sisters. This is a pharaonic march from King Tut and Kamon. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمة حقوق النسوان الأوروبية. Come in, follow me. راح فين يا عم؟ اوعى ايدك. انت هلا. خليك في حالك. يا عم. Come in. Quickly, follow me. Here. يا اللي اغتصبتوا فتاة الأمة على أسواعكم برجل الكنبة. صباح الخير يا جهان. صباح الخير يا سيد. معقول يا سيد 75 رنة في ساعة؟ حرام عليك.
عشان تعرفي بس انك في بالي على طول. طب ايه رايك بقى انك لو رنيت لي اكتر من 10 رنات انا هفتح عليك؟ افتحي عليا حتى ابوك اللي تفتح عليا، ربنا يفتح عليك. نفسي اسمع صوتك، ده انا حتى شاليه الكارت ستوري. ما تهونش عليا خسارتك يا سيد. ما قلتليش بقى قريت القصيده بتاعت امبارح؟ حلوه قوي، تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه؟ هي صينيه بطاطس يعني الاحساس اللي فيها وصلك؟ ايوه يا سيد الاحساس بتاعها حلو قوي، بس الاحلى منه بقى ملخص القانون الجنائي اللي انت عملته لي ده، خلاني هضمت الماده كلها. بقول لك ايه، مش الدكتور فؤاد السعيد كده؟ سعيد مين؟ فؤاد السعيد استاذ القانون الدستوري يا اخي، الوزير ده مش عارفه. طيب انا هروح اظبط شعري بقى عشان المحاضره قربت. نفضيت لك يا فالح؟ معقوله بنت زي دي توقعك؟ ما تقولش كده يا عم، دي ملاك. ملاك؟ دي عامله لي فيها سبيده ثروت، وانت لو دورت عليها هتلاقيها ساكنه تحت كوبري الليمون. لا على فكره ابوها رجل اعمال بجد. رجل اعمال؟ طب ما انا رجل اعمال يا عم. الاعمال وبالنيات. صدقني البنت دي ما تستاهلش تكتب فيها ورقه شعر واحده، دي يا دوبك ورقه عرفي وجمعتين وبس. يا عم وفر كلامك الماسخ ده، كفايه الاجانب الغلابه اللي وديتهم في داهيه. وديتهم في داهيه؟ انا خليتهم يتفرجوا على شرطه مصر. اسمع يا سيد، عشان تحب واحدة لازم تبقى من توبك يا ابني، لازم تبقى زي أمك. قال زي أمي قال. هو الواحد يلاقي فين واحدة زي أمي؟ هلا هلا وهلا هلا هو، الزمالك يا عين أمه. هلا هلا وهلا هلا هو، الزمالك يا عين أمه. خمسة ضرايح خد أربعة جاي، خمسة ضرايح خد أربعة جاي، سيد يسلم حسك. على الله بس بفايده، اتدربوا عادل، الماتش الجاي مع انبي عقدتنا، ما تشمتوش فينا الزمالك. هم كده يبوظوا الطبخ على بقر شمال، يغلبوا الزمالك وده العادل الاسماعيلي وريال مدريد، ويتغلبوا من اسمنت سوهاج وتليفونات اسيوط. ايه يا ام سيد، ما هم جايبين الدوري السنه دي. اسم الله يا اخويا، لعيبه ب 30 مليون مش عايزهم يجيبوا الدوري، ما مضيعين علينا الكاس. فين ايام زمان، ايام الدسو وابو حباجه، كانوا يجيبوا الكاس والدوري وبطوله افريقيا ب 9 جنيه في الشهر، وترنجين وجزمه كوتشي من باتا، وجبه مكرونه من كانتين النادي. والنبي لا تجري، والنبي لا تجري، والنبي لا تهزها وتجري، والنبي لا تجري. حاجة يا مسيد، احنا مقدرين حماسك وكل حاجة، بس انا مش عارف يركز. يركز في ايه؟ هو بيعمل عملية منظر؟ يا عم صلى على النبي، ده هو ربنا مشاه بركة الفانيلا الحمراء وروح صالح سليم. خدوا ستة رايح، خدوا أربعة جاي. أهلاً وسهلاً بأبنائي، مرحباً بكم، مرحباً بكم في معبد العلم. مرحباً. مش معقول اللي بيحصل ده، ده مدرج جماعي. وأي علم للقانون؟ إنه القانون الدستوري. وأي دستور؟ إنه دستورنا الذي يصون حريتنا ويحمي حقوقنا. هو يعني عشان الدكتور وزير يوم يعامل الطلبة بالشكل ده؟ كانت من أول الدول التي. ما تجيبوا لنا كلاب بوليسية أحسن بقى. بتقول إيه يا حبيبي؟ كنت بقول يعني يا دكتور ما ينفعش الكلام اللي حصل ده. لازم نسمع رأيه طبعًا. اسمك إيه يا حبيبي؟ سيد الجمال. اتفضل. يعني مش حلوة في حق الطلبة يعني يخشوا يتعلموا يتفتشوا. فعلًا مصر بخير وشبابها حر يمارس الديمقراطية. أنا بحييك يا سيد، وعايزك تعرف كويس إن أنا مواطن بسيط زيك، شديد الالتصاق بالجماهير. ويا ريت الزمن يرجع تاني واعيش حر زي ما كنت عايش. ادخل السيمة اكل سندوتشات فول وطعميه ومشي بدوده، لكن المسؤوليات هي اللي بتفرض نفسها عليا. انا مش عايز ارهق تفكيركم. ابقى فوت عليا يا سيد بعد المحاضره اشرحها لك. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي، عاش الدكتور الوزير الديمقراطي، عاش
عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. قرار مجلس الكلية. قرر مجلس التأديب بالكلية برئاسة الدكتور فؤاد السعيد فصل الطالب سيد محمود الجمال لمدة عام واحد، وذلك لخروجه على مقتضيات السلوك الجامعي القويم وعدم التزام بآداب التعامل مع أساتذته، ويتم اختيار الحرس الجامعي لمنعه من دخول الحرم الجامعي. الله الموفق. العشر وزير الديمقراطي. معلش يا سيد، انت كمان اتسرعت. سرعت يا بنت؟ انا قلت حاجه، هم كلمتين لا راح ولا جم. مش انت كمان ما كانش عاجبك الوضع ده؟ ايوه، بس اللي مش عاجبه الوضع ما يصحش برضه يتصرف بالاسلوب ده. طب يا ستي انا غلطان. معلش، ربنا عايز كده. المهم انك تستغل وقتك في حاجه مفيده. لا ما تقلقيش عليا من ناحيه الاستغلال، انا اساسا شخصيه استغلاليه. كنت عايز اقول لك على حاجه كده، يعني يا ريت ما ترنيش بعد الساعه 10 عشان بابا بيقفش. ها، باي باي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ امال في الحنيه والعياط والبوس والحضن الدافي؟ انا الحضن الدافي. باشمهندس بالصلاه على النبي كده، الكاسيت بتاعك الحلم. ها، عشان مشوارنا طويل، اغاني سهلله كده، عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه. ما خلاص، ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا دي مين ده؟ يا عم شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شفتني زيي. انت عبيط يا اسطى. يا عم بقولك عايزين نسهلل نسهلل. خلاص ما تزعلش، ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. بقولك ايه يابا، اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيره سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب يمين. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكسي؟ هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. تقلب بينا وتخلص بقى. حد سيد ابيعوا على سيد احنا كلنا سيد. يا رب سيد، يا رب يا انسى حمص على كتفك. كل حاجه وتعالي. حد يا سيد وضحكت عليك عشان افحتيك وتن تن تن حاجه. الا سيدنا تخيب على نني عينك، هو احنا حالتنا حاجه؟ ياما مش هتبطلي حكايتي يا قلبي. ياما ده انت جوزك راجل شهيد، المفروض تقعدي تعيط عليه طول حياتك. عيط عليه يا حبيبي طول حياتي؟ ده كان بيحبك وكنت مهنياه، ومش يقدر يستغنى عني، وهينتهي لي عذابنا ان شاء الله. في ايه يا ام سعيد؟ حرام عليك اللي بتعمليه في الواد ده. انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له البيت بيتهد، ومره تقولي له في حريقه، ومره تقولي له في ثعلب في الحمام. هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من خضه يا ام سعيد. مش عارفه ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشينها دي، لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه، ده حاجه بقت تقرف. اعملي اللي انت عايزاه فيا، انا تحت امرك. ما احنا كناش قرايب يا ام سعيد، وام الله يرحمها موصياكي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض. مش انت وجوز علينا الرحمه؟ ان مامك دي ربنا يخفف عذابها، انا ما كنتش بطيقها، ده ربنا هد البيت مخصوص عشان خاطر تموت. امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي. ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم. طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس؟ استنى بقى عقبال ما تصل وشك بشويه ميه اخلص. ربنا على الظالم. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطزه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت هيلا حته سواق التاكسي. سواق التاكسي دي هي اللي انت عايش على قفاها.
يا ماما براوية برضه عنده حق، يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم للنسايب اقول لهم ايه؟ مامي سواق التاكسي؟ طب ما رحتش الجامعه النهارده يا رحمان؟ ما عنديش محاضرات. خلاص اخدك معايا استاد مختار التيتش اعرفك على المدرب بتاع 19. تيتش ايه ياما؟ بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره. انت ايه ولا اللي طرالك يا ولد؟ ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولد؟ ايش حال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن؟ مش كنت توحمتي على احمد شوبير كده؟ كنت بتعترف بسم الله ما شاء الله مذيعه الدنيا. طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل؟ دي امك برضه واللي اتكسر يتصلح. ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده يا ولد؟ لا النهارده ولا بكره، انا اترفدت. ايه؟ اترفدت؟ استهدي بالله يا ام، استهدي بالله، الله اكبر، استهدي بالله يا ام، والله ما اقصد يا ام، الدكتور هو اللي خدني على اخوانا. دي زينة مرات هيركليس. اترفدت؟ اترفدت خلاص؟ بقيت صايح كده تحوجنا لعمك؟ شيل بقى. يقطعني. نسيت اقول لك صباح الخير. شايف عربية عمك يلا؟ اللهم زلها نعمة ومنحها من الدوام. طبعا يا أمه، ما هو ملهبش فلوس السمسارة والبنوك والفساد غير فلوس أبويا. اللي يركب عربية زي دي بقى يا سيد يحس بإيه؟ بتلاقيها مش عايزة لها سواق آلي. النبي نفسي أجربها. جربي إيه بس يا أمه؟ أنا بجربها، أجربها والنبي يا ناس نفسي أجربها وأموت وأجربها. ما تحرميش نفسك يا أمه. سمو الأميرة حنيفة اتفضلي. يخرب بيت حد عمل لك حاجه؟ ايه ده مالكوا بقى العربيه؟ تركبوها يا شحاتين يا فاره. ايه يا ام ده؟ انت امه؟ امه هو اللي زي ده يبقى له امه. بطلوا حقد بقى، بطلوا حقد بقى، خلوا عندكم روح رياضيه، سيبوا الغلابه الاغنياء يتمتعوا بفلوسهم. انا مش عايزاك تضيع وقتك معايا وانت هو وقتك ملكك. ايه ده العربيه بتولع؟ اجري يلا. بيرفكت، هايل هايل. كل الترتيبات جاهزه يا فندم، ان شاء الله نستقبل خبر استقبال تاريخي. باربي يس دار. انا عايزك تاخدي الجروب ده وتعملوا لهم فسحه اثريه، توديهم كل الاثار، كل الاثار. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوكي دار اوكي. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، تعاوننا مع الشركه الاجنبيه دي مهم جدا، هينقل الشركه بتاعتنا نقله فظيعه، لان عندهم تكنيك في الزراعه ما حصلش قبل كده. انا اسفه يا فندم على المقاطعه. ايه في يا بنتي؟ في واحد قاعد بره بيقول ان حضرتك تبقى عمه مع واحده ست شكلها غريب قوي. دار انا عندي عمه وانا ما اعرفش. اسكتي ما تكلميش، هقول لك كل حاجه بالتفصيل بعد كده. الطعيهم الاثنين في الصالون لغايه ما اخرج لهم. نفسي اخد الانتري ده معايا وانا ماشي بدل الكنبه اللي قطن الدار. اول مره اشوف كرسي بمساعدين. عاجبك كده يا اما؟ اهو قطعنا زي ما يكون مستنيين زكاه المال والمال مالنا. يا ابني احنا مالنا ومال الكلام ده؟ يا ابني ورحمه ابوك بقى على السير وخلي الموضوع ده يتم على خير. انا خلاص ما بقتش مستحمل. خلاص يا اما هعمل اللي انت عايزاه، بس وحياه النبي ما تعيطي. ربنا يا ابني يصلح حالك يا رب. انت قلت لي اسمك ايه يا ولد؟ يا اما اتهلكتي ولا ايه؟ مش عارفه مين، مش متظبطه خالص النهارده، يمكن عشان خرجت من غير ما اخد الشاور بتاعي. شاور؟ خلاص يا اما خلص ونطلع البسين. وري منك يا اما. اهلا وسهلا. ازيك يا ام سيد؟ ازيك يا سيد؟ منورين. تشربوا ايه؟ متشكرين، مش جايين نشرب. انا هاخد واحد زبادو فراوله لو سمحت. هاي انتي، هاي. I feel happy to see you and you. I feel happy from my heart. هاي. يا حول الله يا رب. دي بنتك يا حسب يا صلاح بيه؟ يس انتي الماني. ده ربنا. وانا خالتك حنيفه، وده ابن عمك محمود الجمال. Really? It's nice. ونعم الخلفة يا فكري بيه. جيب انت انهار؟ انهار ايه ده؟ لا اصل طنط حنفيه تحب تهزر قوي. لا انت لسانك بينقط سكر وعسل يعني بالنسبه للحنفيه وكده. خلاص نخش موضوعنا على طول. احنا مش عايزين نعطلك، انا جايبه لك سيد عشان خاطر اذا كنت تشوف. ايوه هشوف له شغله، بس اشوف قدراته الاول. لا ده يعجبك قوي، ده ما يبطلش قرايه ليل نهار. يا سلام، كسيبه صنايعي. شغال عندك في المكتب يا دان. Do you know how to type?
do you know how to use a typewriter? I have two eyes and I can see. Well, I go to school by taxi early. خلاص أنا هشغلك في المكتبات عندي، بس على الله تنفع. أنت تشغلني صدى ولا إحسان؟ بس يا. سبق وقلت لك إن جدك الله يرحمه كان بيان لي أملاكه وأراضيه بيع الشرعي قبل ما يموت. لكن أنا ما قصرتش معاكم، قمت بالواجب. لما لجأتولي اديتكوا شقة ما تحلموش بيها. وديني كل شوية مستحمل صداعكم. طب ما تجيب ورقك ونتحاسب. بس يا أحمد. اسمه سيدي دان. سيبيه بقى، أنا هشغلك عندي، بس على شرط، لازم تعرف حاجة عني. أنا الوقت عندي بفلوس. ربنا يديك على قد نيتك يا جورج بي، ويفرحك يا رب بست بارتي. إيه بارتي؟ بارتي إيه اللي بتقوليها دي؟ باربي، اسمعك باربي. باربي، انا عايزك تاخدي سيد تنظفيه وتلبسيه وتخلي مظهره يليق بالشركه. وماله مظهر يا باشا؟ يعني ما هو بسم الله ما شاء الله هو زي الفل يعني. ما تقطعش برزقك هاد الكسي يا معفن. Don't worry dad, don't worry, I make him look so great and I think that I don't work a lot because he is handsome, he is smart, he is a good looking. Please trust me. هي الترجمه هتنزل امتى؟ صورة جمال الباكي. اتلي وقت حسك لا تصحى. اتلي شوف قد ايه جميلة ورقيقة ومع ذلك حزينة حتى في احلامها. والله ومالك ساحت كده ليه؟ يا ريتني اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموشة تتبالي وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل حتى. يا ابني هو في ايه؟ هو انت ما عندكش غير الفيلم ده تشغله؟ بطل. ما هو انت لو عادي ماشي، انما انت بتقلب معاك بغم اول ما سامي رستم بيدخل وبتقعد تعيط وتصح من عينيك بقى وانا المواجع مش ناقصه. مش الحرام عليكي بقى، حرقتيلي الفيلم وطلعتيني من احلى لحظه في حياتي. طب بس قوم قوم بس كده دور لنا على شريط فيديو شغله لنا كده لستيفن السجال. في ام في ام بتتفرج على ستيفن السجال. مال راجل جد وكشر وماشي كده. انا اللي امشي كده. ارجوك يا امه. ارجوكي. عندما يميل كرسي الشمس بين الاطلال. الله يبارك لك. لا تذكريني. اذكرك على ايه يا معافي؟ جمال النايم ولا الباقي؟ هسميها كاسفة. طب خد اقولك. خد يا ولد اقولك. روح استريح في الكابينة. طب خد غيرني هات لي ايه قرشين الرياضية. ده فيها ماتش الاسبورتنج لشبونة وبلدية مهراء. خلي بالك يا سايب ما عرفتكش. ايه رايك يا عم يوسف بزمتك مش لايق في العز؟ طول عمرك ابن عز يا ابني. الله يخليك. بس العز عمره ما كان باللبس. ايوه يا داليا بس المظهر مطلوب برضه. مين قالك ان مظهرك كان وحش؟ اوعى شغلك مع عمك يغيرك يا سايب. ايه يا عم يوسف مش انا طالع على الشغل، اتكلنا على الله. سلام يا اولاد. سلام. ليه ما رحتش الشغل ليه؟ لا انا اتاخر النهارده شويه، اصل رايح الجامعه الاول وبعدين هطلع الشغل. ليه هتقدم طلب يرجعوك؟ يرجعوني فين يا بنتي؟ انا من ناحيه الجامعه دي فقدت الامل. انا رايح عشان جوان وحشتني قوي، وبعدين بصراحه نفسي تشوفني وانا كده، حاسس ان هي هتنبسط قوي. لا ما هي هتتبسط، ما هي زيك مؤمنه ان المظهر مطلوب. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكر ان انا بحب جيهان عشان حلوه ولا عشان زي القمر ولا عشان ابوها رجل اعمال ولا معاه فلوس، مش عشان كده خالص. الحب اسمى من كده يا بنتي. انا مش عارفه انا بحبها ليه. بكره لما تحبي هتفهمي معنى كلامي. لا بكره انا هحب وارا. انما ما قلتليش هتدخل الجامعه ازاي؟ الجامعه دي لعبتي، دي اسهل حاجه عندي. طب تقدر تقول لي انت لو رحت تقابل اهلي هتقول لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم، اكيد مش هقول لهم شعر. بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جايزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت، انت غلط حطاميني. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا ولفوا لي الاكل ده. حرام الاكل ده يترمي.
تفرك كده في الكرسي وما انتش مستريح، ما تقعد ورا الرياحله. بالعكس انا مستريح جدا. بس انا في حاجه واحده بس هي اللي تعباني. جمالك. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي نحط فوطه على العداد ونطلع مع بعض سوا. عندي مطرح محندق هيعجبك قوي. يا سلام يا بي، اما انت عليك فراسه. عرفت ازاي اني معجبه بيك؟ يعني حسيت. لعلمك انا التاكسي ده عاملاه مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. انت تقعدي معززه مكرمه والهلس والمسخره يجوا لحد عندك. انت بقولك ايه يا بيه، انا عندي مطرح قريب من هنا، بقولكش بقى الهوا فيه بيطس تراوى شويتين، يضايقك؟ لا ابدا، انا احب التراوى، احنا محتاجين التراوى عشان ال طيب على البركه بقى. دي كرة تقلش. انت تبعتها من الصبح عماله تقول لك في الاحمر مفيش فايده. سيبيني في حالي يا واد. الله لا يسيئك. نبدا الحكايه كده شكلها عاطفي يعني. انت بتحب يا واد من ورايا ولا ايه؟ بحب انك تسيبيني في حالي. ايه ده؟ انت من دلوقتي هتخسرني عشانها؟ امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ هتحطني في الوفاء والامل؟ ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده، كتير قوي. سيبك استنى ماشي. صارت ايه يا سيبالي عن امك؟ انا تكتبها لي باسمي. ده بيقولوا في مسلسل على القناه الثانيه. يلا يا رخم. الله يا عيني، عيش لو شفنا جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها تعدت مع توجو والجابون. انا بس كون المنتخب ده نعمل فرقه صاعقه على حق ربنا. اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني، واحط عليهم احمد عيد عبد الملك. ويا سلام بقى، يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البيت روجيه في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه، اسروا منه للجون على طول. ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفرايت بتاع الترسال، ساحر. والعب براس حربة واحد حمادة شنح والهجمة المرتدة وجول وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونة يا خالتي. اشمعنى؟ الأكل محتاجه. بتاكل زي أكل الحمار في النجيلة، لا الحمار بيشبع ولا النجيلة بتخلص. طب وحياة أبوكي شوية نجيلة بالتوم. أوعي قيامك. تسلم ايدك، انا عارفه انك ما بتحبش الجمله دي، بس دي جميله قوي يا سيد. بجد عجبتك قوي؟ مين دي اللي جميله يا سيد؟ بس دي حب جديده لسه كاتبها. يا عم كلام يا ولد، اوعى تكون فاكر ان انا كيس جوافه. احترمني امال. ما تقلقش يا عم، بس دي مش غزاله. غزاله دي زي اختي، دي البنت زميلتي في الجامعه اسمها جيهان. ومين جيهان دي يا لئيم؟ داليا تبقى تحكي لها. داليا ونما ما تنسيش في ايديها. ماشي يا سيدي حاضر. مش هتقعد تفطر معانا قبل ما تمشي؟ لا الف هنفطروا انتوا بقى، لازم امشي لحسن عمي حاططني في دماغه. سلام. سلام. ما اجيب بوسه. بوسه يلا يلا. بوسه واحده يلا. يلا يا سيد. يا بص يا جيهان، انا جايبالك معايا جواب من السيد. انا ما فيش بيني وبين حد جوابات. وبعدين هو ازاي يبعت معاكي حاجه زي دي؟ ايه في ايه؟ بتكلميني كان انا غريبه ولا ايه؟ هو انا ما اعرفش اللي بينك وبين سيد؟ ايه بقى اللي بيني وبينه؟ ان شاء الله سيد بحبك. وانا كمان بحبه، بس زي اخويا يعني. بس هو ما يعرفش كده خالص، انت لازم تقولي له. اقول له ايه بس؟ واحد بيقول لي طول الوقت كلام حلو ويسمعني في اشعار، وبيرن لي 55 رنه في اليوم، ما بيهونش عليا اكسفه. وبعدين هو لما يكون عايزني يقول لي الكلام ده بشكل رسمي. مش لازم تكوني بتحبيه الاول؟ حب ايه بس يا بنتي؟ ما تخليكي واقعيه، انت بكره تبقي مذيعه ولا صحفيه كبيره. الحب والكلام الحلو ده نحب نسمعه بس، لكن احنا عايزين اللي ينفذ، اللي يجيب شقه ويقدر يفتح بيت. وعايز اقول لك على حاجه، لما يكون عايز يقول لي حاجه يبقى يقولها لي هو. اوكي يلا باي.
بعرف ازغرط كنت زغرط. طب ما تقولي ليه كنت زغرطت مكانك؟ عشان في واحدة حبيبتي أول مرة أشوفها واقفة قدام المراية تتزوج. أنا؟ لا، أنت فهمتني غلط خالص. أنا بس يعني كنت بجرب كده شكل في دماغي عشان قريب هتقدم لامتحان مذيعات في القناة الفضائية الجديدة اللي بيشتغل فيها الدكتور عندنا في الكلية. طيب يا بنتي، ربنا ينولك مناكي. بابا 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 بابا، عايز اسالك سؤال. قول. هو ليه الرجاله يعني بس تهتم بالشكل اكتر من اي حاجه ثانيه؟ دول الرجاله التفهيم بس يا بنتي. يا سلام، يعني انت لما حبيت ماما ما اهتمتش بشكلها خالص؟ لا اهتميت طبعا، ما انا كنت تافه زيهم. معقول الكلام ده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين تخلصوا التعليق بتاعت الاماره؟ ده تهريج. اصل السطوح في شقه صغيره متاجره ايام مرحوم والدك، وسكانها رافضين ياخدوا الشقه ابدا. ليه؟ معاهم ورقه تمليك مثلا؟ لا، في عقد ايجار، بس يعني ممكن يتصرف فيه وبيقبضوا دماغهم في المحاكم. اما ممكن تخلصوها؟ ما خلصوهاش ليه؟ مستنيين ايه؟ تايم از ماني. هاي ديد. ايوه تعالى. سيب عايزك. استني انت سيد. بقول لك ايه، ممكن تكتب لي كلمتين حلوين اقولهم قدام وزير الصناعه في افتتاح المصنع الجديد اللي فيها كام بقى في الصناعه؟ فيها كام بالصلاة على النبي؟ ايه عامل محارة؟ ايه الالفاظ؟ حسن الفاظك. ده انا هدي لك 150 جنيه. ايه؟ 150 جنيه؟ دول ما يجيبوش عيش كايزر يا باشا. ده مهزار. 150 جنيه استرليني، ده استرليني استرليني ده. بليز بليز بليز. الله يخليك. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ اسلموا يا كايزر! اسلموا يا محمد! اديله يا سعيد! بس 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 خلاص، بلاش دوشة. بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي؟ ما هو اللي بعتكم وعايز بسلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف، روح قول لعمي ولا اقول لك انا اللي هقول. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف، فكها بقى يا عم، ما تجيب بوسة كمان واحدة. إن فكركم الجديد، إن فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعة المصرية لهو أمر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في أن نكون وقوداً يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. فين الزفت السيد راح فين؟ الكلمة بتاعتي معاه. ساعتك هو بيطبعها الكمبيوتر حالاً هتكون موجودة. وتقبلوا سعادتكم خالص تحيات عمال شركتنا وخالص تحيات عمال مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الوزير، لا أجد كلاماً أقوله لكم بعد كل ما قيل، ولذلك فقد أسالت زيارتكم الكريمة الشعر على لساني وفجرت الإبداع في صدري، فانطلقت أجدو بهذه القصيدة. مرحباً بكم، ولعلها تنال إعجاب سيادتكم. البدر ساب السما ومن عندنا بيطلع، يا ضيف وجود الوطن بيشعشع ويشعشع، اليأس من بسمتك بيجري ويفلسع، شمروخي بيحنلك، شمروخي قنديلك العاش مقطوم في حضني يا سبب نكبتي وحزني. انت انسان سافل ومنحط وحقير وما تربيتش، وانا اللي هربيك. يا بيه ده الواد بيحبك، ده انت مثله الاعلى. لا العفو، احنا اللي واطشين، احنا اللي واطشين يا بيه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هجيبه لغايه عندك من قفاه ونقعد مع الوزير كده قعده عرب ونهدي النفوس. الو الو، قفل السكه خش. طبعا. طيب يا سيد. طيب يا ابن بطن، انت فتحت بطنك ما بقاش انا. This is the last sons of Mankara. This
كرع. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 15-18 pound. سيبني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبلش، انت عارف مكانه. ام سيد انت كده بتسيئ لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الواد فين؟ انا عايز اشرب من دمه. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك تقطع ام سيد. اه بس يا ام سيد راح الجامعه يقابل جهان. هي فيها جهان كمان؟ هوستيس ابو رايح. This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 15-18 pound. ايه ده؟ اوعي اللي هي اللي هيطش بيها تجيله بالشوط. يلا يا حصلت الاجانب يا عارف هتهم. شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك يعني. اصل بصراحة وحشتيني، قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصل بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي يعني. ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام قبيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكر. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اكتب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب تاكسي تاكسي. يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقة حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتيلي انك ساكنه في مدينه نصر؟ اه بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي سيدة عائشة تمشي برضو صلاح سالم ومدينة نصر والزمالك لو عايز. عليها قصاد. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن ام سيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص تحرر السمكة اللي في المدخل تشوف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين هيدفع بقى البنديره؟ سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. كل فوله مسوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى. بس بقى مش هتصنفي الاشكال اللي تمشي معاها، انت ماشيه معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس هنصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه. الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي ما تشغلي لنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكم يعني. امنجه ها في سيد جيت ابوسه، اير ولوالي بوسه، كل البنات بتبوسه، وش معنى انا يا سيد؟ ردوا وش معنى انا يا سيد؟ في سيد جيت ابوسه، اير ولوالي بوسه، كل البنات بتعيشه، وش معنى انا يا سيد؟
هو ده اللي حصل ياما. وانا راجل ضمير، انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم مع ابني شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم مع ابني شويه. هتقضي سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقته يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا امه، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله. ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموزه اللي جايه علينا دي؟ دي داليا دي؟ يخرب بيتك يا بنت داليا، ايه القمر ده؟ يا سيد، انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا داليا، انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكه البنات المايصه بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناه فضائيه، عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجح، هم يطولوا يبقى في مذيعه زي القمر كده. هتصلب طولك يا ولد، هات له ميه وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راويه. مذيعه معده اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مره بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البراق. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. علي يا عمر اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البنت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا عمر، انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه جهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش ازعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي داليا. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها ده؟ هيسرح معاك بالعربيه هيخرب بيت. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا ابو سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجيلك فشل في شنبك يا بعيد. يا اما ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه ثانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يا اما اركن يا ولا اركن يا ولا بقى. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عند امي. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا اما ما تكلمنيش انا اصفر. حتى سلم عليك. قلتم يا اما قلتم على امك قلتم. اركن يا ولا ماشي. اركن يا ولا هات امي اكون سريعه وبيعها لك عشان تتسرعي دي تبقى عامله زيي. طب انا يخرب بيتك داخلين على لجنه، داخلين على لجنه يخرب بيتك. عن ابني يا باشا ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. واني اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب. لا الكلام ده كان زمان، الحب مالوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح أنا قبل ما سألتك يا أبو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي؟ راوية دي قصة حبي الوحيدة. ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا، حكاية كده يعني. ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها. أبو راوية. أمال أنت اسمك إيه؟ أبو عزة. يا عم وحياة أبوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس، خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار؟ انقرض يعني يا ابو روي. حلو قوي، احنا كده فاضل لنا كاميرا تلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. أنا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، إحنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده أي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها أعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا أبو راوية، مفيش قصة حب تعمر دلوقتي، ليه؟ أنا عايزة أتجوز عرفي وخلاص. إحنا في زمن العرفي. إيه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورقة ونكتب عقد عرفي؟ لا، إحنا نفتح مخنا حبتين. أوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسألوني أنا. الشاب من دول تسيبي له إيدك يمسكها، يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي.
لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالون انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزة الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول لي يا بابا جوزهولي، ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي، القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شدت بنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصده يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك. يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده، هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رايك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا. نادم؟ طيب قولها ايه بس؟ نادم عليها كده. نادم؟ اه نادم. ما تقولش نادم. ايه اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا هو يا يا اه يا يا اه يا اه. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم؟ استنى بس. هجيلك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحياة. قول معايا. هو ده. يلا. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي جزار. يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم؟ يا معلم احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي؟ ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفالنتاين؟ نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نقول السطوره بتولي. يا معلم سؤال بعد اذنك لو سمحت، هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ اوي اوي من عينيا. ماشيها مخاصي. لا انا ابني ما يضربش، انا بس اللي لطشنا.
نفسه. هم فاكرين نفسهم ايه؟ عشان هم جزارين نبقى احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، تحت لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتكر معفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا يا واد كده رخص خلاص. اهدي بس يا طب، خناق مع الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا دمي بيفور كل ما افتكر ان الواد كده بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطشه، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الاقلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها، انزلي انزلي اللي بتوع المفتك الميت يا ام قلب ميت. بس المشاكل ما تتحلش بالطريقه دي، عمر الخناق ما بيجيب نتيجة. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعة البنت في مقتل. نفترض ان هي نازلة تجيب علبة صلصة او كيلو مكرونة مقصوصة من عند البقال، وطلع لها واحد قاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى ألطف من كده، تغني لها مثلا تخنوه فتك نص عمرك اللي ما شفته مصر، اكدب عليك اكدب عليك تيران اكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه أكذب عليك، وأكذب عليك إن كنت نسيتك هنسى أكذب عليك، وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك، وأكذب عليك لو قلت نسيتك هنسى أكذب عليك. أمال أنا إيه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي مر وانا نسى عليك. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي مر وانا نسى عليك. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي مر وانا نسى عليك. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي ده من المنطقة فساد في فساد، ومسميني نفسه قال سيد العاطفي، وطبعا إدارة الأكاديمية ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده بيحتحرض لي الشباب على المسخرة وقلة القيمة. أنت هذا اللي قلت البيت بتاعتي تكربني وتديني على دماغي؟ أعوذ بالله يا باشا، ده أنا لا عشت ولا كنت. أمال مين؟ انت قد العفو يا باشا، العفو ده انا حتى اخرس امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل، جسمي اشعر من الكلام ده زي الرصاص. اتفضلي حضرتك جرني. تاكد ان انا هكون في منتهى الحزم والقسوه. ايه؟ انت اللي اسمك سيد العاطفي؟ ده شكل عاطفي يا باشا، هو العاطفي اللي بتدور عليه. انت عايز منه ايه؟ معاك اذن نيابه؟ ليه؟ احنا داخلين شقه، انت معايا بيتك ولا ايه؟ خدوه على البوكس. تيجي فين يا باشا؟ دي مالهاش دعوه. امشي انت يا داليا، قصدي يا شاطره، يا اللي مالكيش اسم معرفهاش. هاتوه على البوكس. شفتوا بقى اخره الحب ايه؟ عشان تعرفوا بس. دادي يوماس سيف سيد، او النبي يوماس تصيف سيد يبارك لك يا صلاح بيه. الواد ده لا يطاق، انا هتدخل في الموضوع وانقذه عشان خاطر المرحومه وبس. ابن اصول والله. الله، مين الحلوه الاموره دي؟ ما تعرفوني بيها؟ دي داليا بنت عم يوسف جارنا، ده هي اللي جريت وبلغتني والنبي. الله، بنت عم يوسف؟
الله كبرت ليه كده يا بنت؟ متشكرة يا باشا، بس يا ريت الحق سيد رجالة سعادتك يا سعادة الباشا عايزين تردوها هي وابوها من البيت. طبعا راجل طيب زيك وامير وفل هنا وبفته بيضه، ما رضكش تعمل فيهم كده؟ لا يرضيني ازاي باربي. خدي طنط حنفيه على الاسم مع المستشار القانوني ويحل الموضوع هناك. يلا ده العشم برضو يا امير يا ابن القمر. انا هقعد مع الانسه عشان ادرس الموضوع كويس. كمان كمان I'll tell you something sweet, but please, please understand me. طب بلاش بقى فرنساوي، كلميني انجليزي عشان افهمك. اوكي. جيهان. جيهان. في ايه تاني يا سيد؟ في ايه تاني؟ لسه خارج من الحجز عليك يا عادل وتقولي لي في ايه تاني؟ طب كويس والله ان انت مش جاي لي هربان من السجن وجايب لي مصيبة جديدة، مش كفاية اللي حصل لي في بيتنا بسببك والموبايل اللي خدوه مني؟ موبايل ايه يا جيجي بس؟ ما انت عارفة ان انا ما اقصدش، وكمان عارفة اني بحبك، وبحبك اكتر من اي حد في الدنيا دي. تقوم تفضحني كده يا سيد؟ افضحك ايه بس بقى، ما انت بصراحه اشتغلتيني في حوار كده مش حلو، وقلتي لي ابوكي رجل اعمال وطلع جزار. عندك لو سمحت، انا لسه عند كلمتي، انا فعلا بابايا رجل اعمال، بس رجل اعمال متخصص في الثروه الحيوانيه. انت مكسوفه تقولي جزار؟ هو حد طالع يا بنتي؟ على الاقل بيبيع اغلى سلع في البلد. يا سلام يا اخويا، وانت بقى وكلامك عن امك، وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انت شرشحيلي اجيال في الشارع ولا ايه؟ انا فيه اللي مكفيني يا سيد، وكمان كفايه المعامله اللي بيعاملوهاني في البيت، وبصراحه كده بقى انا متقدم لي عريس. عريس؟ يعني ايه؟ يعني جاهز وعنده شقه وفارشها وابن خالتي، وما اقدرش اقول حاجه. طب وانا؟ انت ايه؟ انت تشد حيلك ويا ريت تيجي تتقدم لي من بكره. اتقدم لك؟ انت بتهيسي ولا ايه؟ هو في شاب في ظروفي ولسه في الجامعه وينفع يتقدم ولا يتجوز ولا يفرح حتى؟ بس عامه خلاص انا صالحت مع عمي وهشتغل عنده، والظروف خلاص هتتحل، اصبري عليها شويه. طب انت لو مكاني تعمل ايه؟ الظروف اللي انا فيها في البيت دلوقتي ما تسمحليش ابدا انا اقول لهم لا. وبالمناسبه انا جبت لك الجوابات اللي انت كاتب لي فيها الشعر، اتفضل خد انشرها في حته ممكن تنفع. انشرها؟ انا يا بنتي جايب لي غسيل؟ ترى يا سعد انت بتزعلي كده ليه؟ انا ما وعدتكش بحاجه. يا سلام، ناقص تقولي لي خلينا اخوات احسن. هو انت اصلا عندك شك ان احنا اخوات؟ انا اول مره اشوف واحده ست محجبه وكبيره في السن ولابسه تريننج. لعلمك انا مش كبيره ولا حاجه، هي بس خدمه العجل وطباط الشوارع وعشره الميكانيكيه هي اللي بتشيل الهم. انا اسف اذا كان سؤالي ده يا حضرتك. بص انا هقولك على حاجه، طالما ما سالتنيش عندك كام سنه عشان عيب تخش بالك ان انا عندي 30 سنه، وطالما ما سالتنيش انت اهلاويه ولا زملكاويه عشان طبيعي ان الانسان لازم يبقى اهلاوي، وما سالتيش انت ارمله ولا متجوزه عشان خاطر ما تفكرنيش بالمرحوم، غير كده اسال في اي حاجه. انت بتسال في ايه بقى؟ نسيت التريننج. بص عشان ساعات يركب معايا زباين ولاد الخيشه صراحه. لا مش زي حضرتك طبعا، الواحد فيهم يبص في وشي يقول انت اتراكتيف يعني مسمسم، لقيت اي واحده خواجايه معرفه ابو راي الله يحرقه. شافتني فين دي؟ ده انا كنت زمان خارجه من تحت ايدين خرات البنات يا اختي، كنت فظيعه فظيعه فظيعه. كانت سمنت الكوع دي بيضة مرمر، ده انا ورا واحد جاري بص عليا كده، طبعا شركوفيرته بس على اخر سور بقى اخر حته في الحبل كده عشان ما اخبطش في السور وكده. قام بص كده شاف السمانه كوبايه الشاي كانت في ايده مغليه، وقعت الله اكبر على بتاع الفحم اللي تحت اتحرق. الله يجازي الزمن، ده انا كنت مستتته والله. انا كنت نايم قوم قالوا لي اصحي اصحي انت بقيت مرات شهيد. قلت لهم الله مرات شهيد ازاي؟ هو احنا مش بالسلام؟ احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام. قال لي معلش اصل اسرائيل غلطت ومسحيها فينا المره دي. الله يرحمه كان بيحب الخدمه في سينا قوي، وهو راجع بقى من نوبع كان يجيب لي شامبو وبلسم اتنين في واحد وحاجات كتيره وكده يعني. قلت له اوعك بعد تكون اسرائيل. قال لي اسرائيل انت حوليا خلاص كان انت دخل بيتي بتاع اسرائيل اتهبلت ولا ايه؟ الله يرحمه بقى. انا ما حكيتلكش على الواد سيد. سيد ده بقى اللي جه على شوقه واد زي العسل، بس كان لسه يطلع لعيب كوره. الواد مخه مركب شمال عايز يطلع شاعر، اصل ابوه كان شاعر كان بيحب الشعر قوي، بس كان بيكتب شعر زي الزفت، كان شعر وحش قوي. انا كنت اقول له الله ده انت شاعرك جميل، بس انت عارف يعني الرجاله مخخه ضيقه. تمام. ايوه بقى ده باين انه مات.
جلطه بقى ومشوار مشرحه وبوليس ومواضيع. يلا الله يرحمه كان حشر ورغاي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل رب العصار. انا عبد المأمور يا حاج، لو انت عندك محامي يا حاج انت تقدر تتسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا عم يوسف، حقه حقك عند ربنا. يلا يا حبيبتي هاتي حبيبكم شوفي تعالي على جوه. وانت ذنبك ايه بس يا طنط؟ احنا هنتصرف. تتصرفوا في ايه؟ ده انتوا هتنورونا لغايه الغمه دي ما تنزاح، ولا ان شاء الله حتى عنها ما نزاحت احسن اقعدوا معانا ولا. ما تقلقش يابا، انا هشتغل واساعد وهنقف على رجليها من تاني، ما تقلقش. اجي اخرك الفرجه على المسلسلات، رجلينا ايه اللي هنقف عليها؟ يلا يلا، ده هيبقى لب وسوداني وسقع وسخن للاتي قدام التلفزيون وهتبقى عسل. يلا يلا يا جنور يا جنوش. اما اما ايه ده؟ ايه يا سيد؟ في ايه مالك؟ انتوا اللي جابكوا دلوقتي؟ يظهر اننا جينا في وقت غير مناسب. اخر حاجه كنت اتوقعها امي وعم يوسف. انا طول عمري ما مستريحش للراجل ده، وكنت حاسس ان نهايته هتبقى على ايدي. ده علم يا استاذ الله. وليكوا عيب تضحكوا للدرجه دي؟ الخطيئه غيرتكم. عملنا لك ايه عشان تبرمغي شرفته في الواحد؟ انا مش قايله لك من ساعه استر نفسك؟ اجل وكمان بقاله ساعه قالع. انا قلت لك خليك كلام السكك تتكلم علينا. وكمان بتضربيني بالقلم؟ انت ظلمة. ايوه ظلمة ظلمة. وناقص تقول لك ان عم يوسف يبقى باباك. لا. مين سيد؟ الحمد لله على السلامة. استغفر الله العظيم، هي حصلت لي كده؟ ايه يا اما، انت اجرت شقة مفروشة ولا ايه؟ عدل. ايه يا باربي؟ حرام عليكي، انا مش ممهد. ابي مهديني الاول عشان اشوف النيو لوك اللي فوق راسك ده. واي داد اتس سو كيوت. اسكتي اسكتي يا باربي. قولي لي عملتي ايه مع الفندق السياحي؟ التور بتاعهم جاهز يا داد، هوديهم مدينه الاسكندريه، مدينه الاقصر، مدينه اسوان، مدينه الانتاج الاعلامي. مالك في ايه؟ مالك في بيتك؟ جبتي لي ضغط عالي وواطي مع بعض. بقول لك ايه؟ قولي لابن عمك سيد يجي لي فورا. انا خلاص، قولي له بابا سامحك. هسامحه عشان انا حاسس ان انا ظلمته. وحعينه ورقيه وخليه مرشد يطلع مع الفوق السياحي على مزارعنا هناك، ويجيب معاه الواد الواد ده الهيلف ده اللي اسمه ابو عيد ده. ابو رامي يا داد. رامي يا عيد ده الاثنين عوانس. مركز في الكتابة. كتابة ايه؟ انت مركز في الكآبة يا عم. تيجي تلعب معانا؟ صلح، هنلعب انا وانت وباربي. انت طبعا. لا مش انا. يبقى انت طبعا. طب تاني وانا هعرف مين. تعال ظروفها كف. انت سريع. حاضر يا براوي، اهو انا جاي اهو. اكيد انت. لا يبقى انت. امال مين بس؟ What are you doing يا براوي؟ This is a Egyptian game يا خواجة. His name is صلح. Is it a funny game? Funny, it's very funny. Come to play with us. Why don't we have a game like this in Israel? 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 اتمشى في بلدي. وايه اللي انت شايله ده؟ صوره. الحكومه منعت الصور ولا ايه؟ ولا انت هتتصابط؟ امشي بدل ما تلطش. تلطش لمين يا عم انت؟ بقول لك ايه،
انا دارس قانون كويس وعارف انك ما تعرفش تمشيني من هنا اساسا. عمليات عمليات. الظهر دي عشان ايه يا بنتي؟ عشان الاسرائيليين والنصايب اللي عاملينها فينا يا حاج. يا خساره، ده انا بفتكرها عشان المعاشات، اصلهم مغلبيننا يا بنتي. كله منفذ على بعضه يا حاج، خليكي معانا. جاهزه تصوير؟ كده شويه كده شويه. ايوه. وقد اثار مقام به الشاب سيد الجمال جدلا كبيرا في مصر، وفي الوقت ذاته لم تعد السلطات اي قرارات في طلبات الاحتجاج التي قدمها السفير الاسرائيلي. اخ سيد، ايه اللي دفعك للي انت عملته؟ انا برفض اننا نسلم ارضنا لناس كان منفاح حلمهم ياخدوا حبه رمل منها واستشهد من ولادنا الاف عشان ما حققوش الحلم ده. انا شايف حضرتك عايز تقول حاجه في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا عايز اقول ان انا بحب الاستاذ عمرو موسى وبكره اسرائيل زي ما قال الاديب شعبان عبد الرحيم. تمام يا فندم، تعليمات سيادتك يا فندم. سيبوه يعرفهم شوية وبعدين نصرفوه بالحزن. أيها الإخوة الطلاب، إن جامعة القاهرة مصنع الرجال وقلعة الحركة الطلابية التي قدمت لمصر الشهيد جواد حسني والشهيد عبد الحكم الجرحي شهيد العلم. ماما فين سيد؟ مالكش دعوه انت. شكرا يا دكتور. عمرك جميل، ربنا يوفقك. ايه يا بنتي ده؟ لو اتاخرت شويه ما كنتش هتطلعوا شهاده تكريم، كانت هتبقى شهاده وفاء. انه البطل سيد الجمال، فلنحييه جميعا. يثبت أنه كلما ظن قادة الاستكبار والهيمنة أن هذه الأمة ستموت وأن صوت أبناء مصر سوف يخرس، تثبتون لهم أن صوتكم سيظل عاليا وأن هذه الأمة لن تموت لن تموت لن تموت. ومن خلفه أخذكم. خلي الرجل ده شوية اللي متحبس. خايف ولا إيه؟ خايف إيه بس؟ أنا خايف عليه لأن الجملة اللي جاية. ولا سوف نرفع علم العروبة عاليا إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم. فليبقى كل في مكانه. سيد علمكم العزة، سيد علمكم الكرامة. إذا مات سيد فكلنا سيد، إذا اعتقلوا سيد فكلنا سيد. سيد في وجدنا. أهلا يا بطل، أهلا يا أمام. أبناء الطلبة، جئت إليكم ساعيا كي نحتفل سويا بتلميذ من تلامذتي، بل ابن من أبنائي، ولكنه اليوم أستاذ من أساتذتي. إنه سيد جمال، سيد حقا، إنه سيد، سيد بعطائه الوطن المستمر، سيد بأيديه البيضاء الممدودة. فلنحيي جميعا سيد، ولكن أقول لكم نحن من نسيج هذا الشعب مهما حدث، نشعر بآلامكم، نحس أحلامكم وأطراحكم. أهلا يا ابن مصر، أهلا يا ابن مصر. أهلا يا مصر، أهلا يا مصر. ابتسم ابتسم. بقول لك إيه، أنا نازل الانتخابات، عايزك تساعدني بقيت بطل شعبي يا ابن الرفضي. أنا قلت للمجتمع الدولي كله لو العرب كلهم سلموا سيد ومسيد مش هيسلموا. ليه؟ لأن سيد وأمه دول حاجة تانية خالص. كلكم عارفين مواقفي أنا. أول من قلت لا للمدرب الأجنبي ونعم للمدرب المصري. مش عايزين نفتق بقى لبعضينا ونجيب بقى سيرة هولمان بقى وكرول وتسوبل بقى والعلم اللي هربت واللي خلعت بالشرط الجزاتي. أنا مش عايزين نقلب المواجع. انت ناسي يا مسيد
كابتن هيدوكوتي ده كان مدرب 10 على 10. هو هيدوكوتي ده كان بيدرب فرقه فيها مين؟ فيها محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبد وجمال عبد العظيم وماهر همام وصفوت عبد الحليم، ده غير الفراوده اللي قاعدين على الدكه، وزود عليهم اكرامي وثابت البطل الله يرحمه. هتوزه ماشيه في الشارع تدرب فرقه زي دي تجيب بيها كاس العالم. يا انا ماليش علاقه بيه يا باشا. يعني ايه مالكش علاقه بيه؟ طيب وبنتك اللي دايره وراك كل حته هتسيب فلان يا صلاح ونربي لك حته؟ كل ده مش حلو عشانك، هنرجعك تصحى تاني. لا يا باشا انا تحت امرك اللي تؤمر بيه يا باشا. اوكي يا باشا، مع السلامه يا باشا. رفعت، الشقه بتاعت ام سيد ايه وضعها القانوني؟ ربنا يخليك. اهلا. ازيك يا سيد؟ ازيك يا شهاب؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ليك وحشه قوي يا سيد. ربنا يخليك. طبعا يا سيد. ايه راح فين يا داليا؟ خليك. ايه بقى يا جيجي، نقول مبروك على الخطوبه ولا ايه؟ لا ما حصلش نصيب. صدق زعلت قوي، مع انه كان راجل معاه فلوس وشقه وعربيه، يعني حاجات من اللي بتحبيها. لا والله بجد زعل. عموما ربنا يوفقك وتلاقي ابن الحلال. ماشي يا سيد. ايه يا سيد؟ ايه؟ انت فعلا نسيت حبها ولا رد كرامه؟ بصي في شاعر اسمه ابن عروس. ابن عرنوس؟ عرنوس ايه بس عروس؟ بيقول لك من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن فرقنا فرقناه يحرم علينا اجتماعه. اه لا جميل كلام ابن عرنوس بتاعك ده. عرنوس برضو عروس. ماشي. شفت كان بيقول لك ايه للنجوم يا ابني؟ اول يلا حاجه حجوجل يا قمر قلبي يا بيضا. ايه يا جميل ده؟ يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع برطمان عسل فيك يا مصر. في ايه يما؟ في ايه؟ عمك بعت لنا انذار بالطرد. ابقى اتبسط بقى، افرح. ادينا اترمينا في الشارع خلاص، اخلي التنطيط ينفعنا بعد كده. ازاي بس يا طنط؟ هي البلد سايبه ولا ايه؟ ده مش من حقه. بأمارة ايه يا اختي؟ لا معانا عقد ايجار ولا عقد تمليك، يعني زينا زيكم. ما انا قلت لك ياما من زمان، مش قلت لك انا كان لازم يكتب لنا عقد؟ خلاص يا سيد اللي حصل حصل. امال بابا فين يا طنط؟ ابوكي راح يدور لكم على شقه. بيقولوا له اعمل حسابنا معاه في شقه. انا مش هسكت ياما، ولو حكمت هقتله هقتله. نبي تتنيل، من بكره هاخدك من ايدك وهنترمي قدام مكتب الراجل وهنقف في عرضه وهنبوس ايديه ورجليه، ولو حصل انك فتحت بقك بكلمه لن تبني ولا اعرفك. الله يخليك يا سعاده البيه، انت الكبير برضه خليها عليك. ما تتعبوش نفسكم عشان خاطر ما تضيعيش وقتي. اول ما مده الانذار تنتهي هتيجي عربيه الكلاب تلفكوا يا كلاب. شوفانكم خراب عيشوا فيها يا زباله. احنا زباله يا واطي قليل الاصل يا اللي ما عندكش دم. طب ما كانش عشان خاطر اليتيم ده، يبقى عشان خاطر اللي ميت لك يا قليل الاصل. منك لله، منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي كل اللي زيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وشرفك ياما ارجع لك حقك وحقي وحق ابويا الله يرحمه. انت يعني يرضيك ياما يعني نتذلل يعني لاي حد كده؟ انا عارف انت ما يرضيكيش، عشان كده بقى انا مش هسكت وكتاب الله ما هسكت. فكيها بقى ياما، فكيها والنبي. النبي ياما فكيها. كن في معلومك يوم ما هنلاقي نفسنا في الشارع، انا سامي مش هخاطب لسانك ليه ومديه. حكايه مش ناقصه سواد وزفت وقطران على دماغك ودماغ اللي جابتك. ايه اما كميه الاسفلت اللي طلعتيها دي؟ في حد يبقى اسمه حنيفه؟ حنيفه ويطلع الالفاظ دي؟ فكيها بقى ياما، وحياه ابويا اللي انا شبهه. والنبي ياما بقى، حياه النبي. شايف الراجل اللي هناك ده؟ تروح تجيب لنا من عنده كوزين دورة وعلبة بيبسي كنز. ايه يا اختي؟ عشان اتفك. اتفكي؟ ما تفكيش غير بالكنز ولا ايه؟
وهات لفه فويل ورق عشان احطها تحت الشعله عشان خاطر الوخام امبارح الدلتات. اما تيجي بقى ابقى احكي لك. ما تيجي يا سيد اقلب الخواجه ده ولعبك دور امريكان اجيب دغك فيه. حتى ابوك مش فايلك طبعا. ما انا لو مزه واسمي داليا وشعري زي الحرير ووشي زي القمر وجسمي رياضي يعني ممشوك القوام كان زمانك اتكحرت وقمت لعبتني. ما احنا في زمن الموزه زيابا. بقول لك يا ابو راوي لو جبت سيره داليا بالطريقه دي احتمال نكسر بعض. الله 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 ده حب حقيقي بقى وفي الظلام. يا عم قلت لك صداقه بريئه. بريئه مسرقه تبقى متهمه يابا. يا سيد هاي سيد ازيك؟ ازيك يا بار سيد سوري ما لقيتش اي دوكيومنتس ممكن تفيدك. عايز اقول لك تكير بابي ممكن يعمل شعر جامد عليه. ربنا اقوى منه وقادر. انا اسف اسف ان انا ورطتك معايا في حاجات كتير سيد. انا بفضلك ستوب خواجه العشرة فينش ماي لاف از هير. مش شور ان انا لو في ايدي اعمل لك حاجه مش هتاخر. مون امور ماي سويت هارت ماي بريف هارت منوره الخرابه. الخرابه منوره باهلها. تضربي معايا واحد كابتشينو؟ يا ريت واحد شاي بربري في الخمسين احسن. بربري؟ امال ايه باربي دي؟ نجري قدامي. وحش. فيلينجز 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 My heart. Your voice is good. Thank you, Barbie. Barbie, أنا عايز أقولك إنك منية القلب. Barbie, أنا ما بشوفك بيحصل لي انتفاخ في مشاعري. حرقان في عواطفي. تنميل في صوابع إيديا ورجليا. يكونش ده الحب؟ Sure, baby. Sure. لا، ما تقوليليش بيبي. بتفكريني بمامي الله يرحمها. كانت دايما بتقولي كده وانا نازل رايح البيبي كيدز. اكيد كانت ست عظيمه. اه ست عظيمه قوي. باربي انا حاسس باضطراب في مشاعري. خايف يطلع مني رد فعل انت تفهميه غلط. باربي انا عايز ها عايز انت زيها بقوه. عايز 240 جنيه بتوع قسط تلفزيون لغايه اخر الشهر. لهي بتليك بطاعون بسبع عيون يا صلاح يا ابن السيد. حكيم يقطع وحكيم يشرح وحكيم يداوي. لهي يا رب ابو راوية يولع بجد. هو وراوية ذات نفسها. يا رب الاهل يغلب الزمالك 6-1. لا 6-0. 6-0. يا رب والنبي يا رب هادي خشب يا رب يخف ويرجع يلعب الماتش الجاي يا رب. وخالد بيبو والنبي يا رب رجعوا المستوى. الواد كويس رجله حلوه والسبرنت عنده عالي. والنبي يا رب بحق حبيبك النبي بحق جاه النبي ارزق ابني سيد يا رب واحده بنت حلال تصوم. والنبي يا رب اجعل في ذريته شجره صالحه ما تتعدش في رب. النبي يا رب انا شحتة منك يا رب. ما ترد رده الميه في زور. هو الواحد ما يتحدش على دعوه في البيت ده؟ انت ولا اللي عندي دايما الوقت. رد اظن دي فرصه العمر عشان تخلص على عمك خالص. امتى عمي ده ابو دماغ بطيخه بيتكلم في مشاكل الشباب ووضع المجتمع؟ اللي عرفته بقى انه شاري الحلقه دي علشان يتكلم عن امجاده. قلت فرصه اقعدك مع الجمهور اللي بيحضر الحلقه او تقولي في النصيب. وحياه امي لا خليه يلطم ويلعن اليوم اللي فكر فيه يطلع في البرنامج اساسا. ايه ده يا استاذ سيد؟ تعرفني؟ اه احنا كنا زباينك عند الاكاديميه. افتكرت. ويا ترى النصايح بقى جد فايده؟ طبعا ما احنا خلاص اتخطبنا وهنتجوز قبل ما نتخرج. بالسرعه دي؟ ما انت اللي علمتنا كده. خطيبتك دي؟ ايه
سيد العاطفة. ربنا يخليك يا معلم. خدوا بالكم بقى. سيد هو احنا شكلنا مخطوبين؟ والله تيجي نشوف. حبيبي تعالى ناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية احضني نسي علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا اسيبك يا نور عيني ضميني حسيني يا نور رجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير ولسه بنكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة من برنامجكم نماذج مشرفة. طبعا يسعدنا ان يكون معانا النهاردة رجل الأعمال المشهور أستاذ صلاح الجمال. أستاذ صلاح عايزين نعرف من حضرتك وكل الجمهور عايز يعرف ايه آخر مشاريعك الوطنية؟ اوكي احنا بصراحه كنا مخصصين الاسئله في نهايه الحلقه بس يظهر واضح ان الجمهور مش قادر يصبر عشان يسال حضرتك من عينيا الاثنين. كان في حد هنا عايز يسال حضرتك اتفضل. في البدايه انا برحب بالاستاذ صلاح بيه الجمال وعايز اقول ان طبعا الحمد لله يعني ان مصر مليانه برجال الاعمال الشرفاء اللي بيخافوا على سمعه بلدهم واولادهم وموفر لنا فرص العمل ما شاء الله يعني وطبعا الاستاذ صلاح مش منهم خالص. وانت ايه اللي جابه هنا؟ تحاقد ومهرد اوقفوا الزفت التصوير. فندم ايه ده يا فندم ما ينفعش كده احنا لسه على الهوا وفاضل 7 دقايق على الفصل الثاني. سعادتك انا مش هتكلم عن نفسي انا حسيب واحد من ضحايا صلاح بيه هو اللي اتكلم. اتفضل. ومين ده الاخر ابو شعر تلك موسى ده؟
معلش يا فندم اهدى، ده رأيه وفي الآخر طبعا ليك حق الرد. اتفضل يا ابو راوي اقول كلمتك. اصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس. اقول ايه بس يا ألم؟ اللي انا هقوله ده لا يتقال ولا يتحكي. اللي حصل كان شيء فظيع فظيع فظيع. الراجل ده استغل سذاجتي واحتياجي للمال علشان اصرف على ابويا الميت واخواتي المفقودين. كنت بشتغل سكرتير في مكتبه وانا بأدي عملي بمنتهى الهمة والنشاط. رمى فايل على الارض وقال لي انزل هاته. رفضت، قلت له لا يا باشا، احنا فقراء بس ما حلتناش الا شرفنا. بيقول ايه الولد ده؟ في ايه؟ ايه هتنكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد. انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج بس هو دلوقتي قافل العياده عشان نقلوا السوق ودوا العبور. خلينا في الموضوع، ركز معايا. تقدر تقول لي الفايل اللي رماه صلاح بيه كان لونه ايه؟ اخضر جنزاري. فاكره زي ما انا فاكر كل حاجه حصلت في اليوم ده. استغفر الله العظيم. الاضاءه النيون، دخان السيجار اللي خنق فيا البراءه، صوابعه وهي بتتمد عشان تفتح زرار قميصي للشمس وللحياه. اخرس يا كلب وقفوا المبذله دي فورا. كنت فاكر ان جريمتك هيمحيها الزمن؟ لا يا صلاح بيه، لا ده بعدك. انا بقول لكل شاب في مصر اللي حصل لي ده ممكن يحصل لكم لو سكتوا. انا فضحت نفسي عشان الحقيقه تعيش. يا اخوانا انا طالب تحليل دي ان ايه عشان الحقيقه تبان. جيبوا العيال السباق. ساعة ما خرجنا من الاستوديو ما فتحتش بقك ولا كلمة. أنا قلت لك يا سيد تسخن الحلقة، تقوم تحرقها وترفدني بدل ما تاخد فرصة عشان تثبت حقك؟ لا، قضيتها عشان تهيم. طلع عمك هو اللي عاقل ومتحضر. مش هتبطل طبعينك ده، مش هتفوق بقى يا سيد. حرام عليك بقى، حرام عليك، فوق بقى. فوق ازاي بس وكل اللي حواليا بيكسر فيا؟ تقدري تقولي لي ازاي ياخد حقه ازاي في الحياة؟ لو خدت حقي بدراعي هيقولوا عليا بلطجي أو إرهابي، ولو طنشت هيقولوا عليا عبيط. فتحت عينيا على الدنيا لقيت ابويا شهيد وقالوا لي قتلوه خلاص بقى كويسين ومش هيعملوا كده تاني. وعمك نايب حقك بس اثبت. معاك قرش تسوى قرش بس العلم نور يا سيد ولازم تتعلم. اطنش وكبر دماغي من اللي حواليا؟ عيب يا سيد، دي بلدك ولازم تشارك بالراي وتقول رايك بصراحه. اقول رايي بصراحه يقولوا لي عيب، دول اكبر منك ما تكلمهمش كده، دول برضه قولي الامر. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا داليا؟ انا بجد تعبت والله العظيم تعب. ساعات يا سيد احس انك اقوى انسان في الدنيا، ساعات احس انك ضعيف وخايف من كل حاجه. انا الاثنين في بعض. عارف انا عايز ايه؟ عايز اتمتع بالدنيا بس اخش الجنه، وعايز ابقى اغنى راجل في الدنيا بس افضل شريف، وعايز والله ما انا عارف انا عايز ايه. وهي دي مشكلتك. أنا عارفك كويس يا سيد، عشان كده أنت صعبان عليا. طب أعمل إيه؟ أعمل قلق بس مع سنة عقل. ارسي على بار يا سيد، أنت لازم تقفل كل البيبان المتوربة اللي في قلبك. داليا، أنا تعبان. جد محتاج لك. أنت محتاج تفهم نفسك. حب نفسك الأول يا سيد. Thank you.
تضرب هنا الله يخليك. اطلع لفوق شويه عشان عامله سايده. يبقى رب ابنك وبعدين عن سكه الباشا. الشقه ديت من اللي ادي ما باتوش فيها. ضربت يا سعيد. سيطر على واحدة سيرت يا ولاد الكلب. دي الوينج اليمين، المجموعة دي الوينج الشمال، انتوا راس حربة اقتحام، الاخوة اللي على الميكروباصات حط الباكات عشان الهجمة المرتدة، نلعب بغباوة، يلا! أنا فرت يا باشا، أنا محاصر، بيتي محاصر، أنا معرض لاغتيالي. ما تستخسروش عفاتكم، اللعب رجولة، عايزة غباوة، غباوة. أرجوك ساعدني، ساعدني يا باشا. يا صلاح مش عايزين شوشرة حواليك اليومين دول، أنت بتصعب في الحزب، ادي الفلوس اللي بناخدها وخلصنا. حاضر يا باشا. كمان كل الحاجات اللي اتسرقت في الفيلا رجعت. لسه فاضل فاصة عند سيد اللعرج، اما نخرج من هنا هجيب احطها قصاد حضرتك. عارف يا سيد لو ده اتكرر تاني بشرف اللي هتقلق. ايه هو كل واحد ليه حق يروح ياخده بدراعه؟ هي البلد فوضى ولا ايه؟ عفوا يا باشا، حد قال كده؟ اهل البلد فوضى يعني. يا باشا انا عاوز اخد تعاقد عليهم بعد ما التعرض ليه بعد النهارده. لما تجيب حقنا يا عم. حقهم يا باشا 500,000 جنيه، حقهم الشرع في الراس. وادي عقدين هم، عقدين تمليك، واحد عم يوسف واحد ليكي. عايز حاجه ثانيه؟ لا عايز سلامتك يا بيه، وانا همضيك سيادتك التعاقد اهو. انت بقى ايه ده؟ خرابي؟ انت يا باشا دي طاوره صنانه دي ولا واحمه؟ واضح ان هو عور نفسه وهو بيحلق دقن القلب. يا حرام عليكم، ابعدوا عني بقى، مش هيسكت، اقتلوني. كان لازم تفهم من زمان يا بابا ان الفلوس الحلال مفيش احسن منها. النبي يا عربي، مبروك انت خدت الجنسيه المصريه يا باشا. سامعين النهارده بقى عشان نفرح بابا. عمو صلاح، بعد اذنك ممكن ابقى اجيب بابا وماما؟ ليه؟
هطلب ايدي الانسه برضه. سامع الكلام يا باشا؟ غير غير يا منقوص، حتى مدير الحصان هيتجوز. يا داليو يا بنت، وجعت قلبي رد يا بنت. داليو يا داليا يا داليو بنت يا داليا داليا والنبي ترد. انزلي يا داليا، هجوزك الواد زيي. انزلي يا داليا بدل ما نتبلى عليكي ونعمل لك فضيحه في الشارع. احنا عيلة مجنونة ونعملها. خلصين، عايزين نطلع على المأذون. بلاش فضايح يا عم سيد، ده احنا جداد في المنطقة. ماشي يا عم يوسف، انا والست الوالدة هنجيلك ونشرب فنجان قهوة في صالون. ليه؟ وزراء هيناسبوا بعض. بياع صريح وسواق التاكسي مالهمش عاد في صالون. وهو حيلته صالون من اساسه. ما تخلص يا عم يوسف بقى، ما توقفش حال بنتك. ايه على طول كده؟ ليه؟ هي مش داليا دي عندها اهلي وليهم طلبات؟ قول موافق وانا اعمل لهم فرحهم في حته مصر كلها تتفرج عليها، من اصغر واحد في البلد لغايه رئيس الجمهوريه. صلاه النبي امدح النبي، حصوه في عينك يالي، ما تصلى على النبي. بسيطة ما تستبسطهاش، كشكشة وما تعرضهاش. مش كل حاجة تلوم عالدنيا، ما تحكي كده ما تشوفهاش. نفض للي مضايقك، نفض كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش. كني معاك، كني معاك لو كنت حبيبي، كني معاك لو كنت حبيبي. دن 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 لا 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 لا، ما تبصش للأحسن منك، شوف كم واحد أقل منك. نفض للي مضايقك، نفض كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش. كبر ظبط روق، كبر ظبط روق، نفض كبر ظبط روق، كبر ظبط روق، نفض كبر ظبط روق، كبر ظبط كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش. كني معاك، كني معاك لو كنت حبيبي، كني معاك لو كنت حبيبي. كني معاك دن 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 دن، لا 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 لا، ما تبصش للأحسن منك، شوف كم واحد أقل منك. نفض للي مضايقك، نفض كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش.